سينا، جنوب سينا ابو زنيبه، بير العبده في الشمال. ده بالاضافه ان في قريه تانية في 3000 فدان صالحين للزراعه وباذن الله هنبدا نشتغل فيهم في مدينه الطور. فعملنا لهم حضرتك المدينه بتاعتهم. مدينه يعني ايه زي اللي حضرتك شايفها دي؟ قريه متكامله، مساكن، الصرف الصحي، الميه، الخدمات، نقط الشرطه، المدارس، النوادي الاجتماعيه، المخابز، السنترال، نقطه المطافي. مدينه متكامله بحيث ان يبقى الراجل جنبه شغله وجنب المدينه بتاعته. صح. ده دور الدوله اللي بتقدمه، لكن الدوله مش تعمل مصنع. ما عادش الفكر ده حضرتك اتغير بالستينات، ان الدوله تعمل مصنع، لا المستثمر يجي يعمل مصنع وانا ابني له البنيه الاساسيه حضرتك اللي تخدم على. لو اي مستثمر عايز يجي دلوقتي لجهاز التعمير، احنا للاسف حضرتك جهاز التعمير مش متخصص بالاستثمار. لا يعني لو حد عايز يساعد احنا ممكن نقرا ننقل رؤيه. يمكن ننقل رؤيه. يعني عندكم ميزانيه بتصرفوها في حاجات معينه، لكن حد مثلا عايز يساعد ويشارك في التعمير ده ممكن تدي له يعني نقول خطوط عريضه مثلا، نديله خبراتنا حضرتك في المنطقه، ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش، وناخد منه لو عنده رؤيه حضرتك ممكن ننفذها ننفذها. من خلال المنظومه بتاعتنا. طيب الـ 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 المدن دي اللي هي المدن الصناعيه، انت يعني اشتغلت في سينا وبتفكر يعني سؤالي، احنا عندنا هيكون في شغل كتير قوي على قناه السويس الجديده، وهيكون في فكرت ان اخدم على الحاجات دي، اعمل مدن صناعيه تانية تخدم على الناس، اكيد في ناس هيجوا يشتغلوا، في عماله هتيجي تشتغل، في مصريين هيجوا يسيبوا الوادي الضيق اللي هو 2 كيلو على النيل ده، ما اعرفش ال 2 كيلو زي ما قلت، تمام، هيجوا هنا، هيجوا هيبقى في عندهم البيوت اللي حوالينا دي، وادي التكنولوجيا، ابو زنيبه في شمال سيناء، جنوب سيناء الى اخره، ده هيخدم على الحاجات دي ولا دي مشروعه للبدو بس؟ هو حضرتك دي نواه، اللي انت شايف حضرتك ده نواه في بدايه كده حضرتك، ان قلت ان القريه اللي حضرتك احنا موجودين فيها دلوقتي حضرتك دي يعني نواه من 6 مجاورات، تمام، فده حضرتك البدايه. إيه انا ما اقدرش يعني حضرتك ابني القريه كلها ولسه ما حدش ساكنها. صح. انا اوظف الاستثمارات دي في مكان تاني وعيني على المكان ده، اول ما هيبدا حضرتك ان اللي يبقى فيه دخل حيز التنفيذ انا مخطط ومجهز كل حاجه والبنيه الاساسيه جاهزه. يعني حضرتك مجرد ان انا ابني مساكن ما باخدش 6 اشهر. صح. لكن المرافق بتاعتي كلها لقريتك بالكامل. نفس الكلام حضرتك، احنا عندنا مثلا في شرق القناه قريه الامل. قريه الامل دي مهمه جدا. قريه الامل دي حواليها 3500 فدان. المساكن بتاعتها الشباب الخارجين معموله من اكثر من 10 سنين وكانت مهجوره، احنا اخدين مهمه رفع كفائتها واعادتها عشان تتوزع على الشباب الخارجين اللي في قريه الامل. طيب ويعني تم الانتهاء من رفع الكفاءه ولا لسه؟ احنا حضرتك بادئين بقالنا شهر وقدامنا شهر كمان. وشايف هتغير كتير جدا من الشباب القناه يعني. هنا شباب خريجين وهناك شباب خريجين. بس الخريجين يجوا احنا نحتضنهم. شوفهم كسلانين شويه؟ ايوه بس واحد حتى هم كسلانين شويه؟ خايفين من الشمس ولا والتراب ولا ايه؟ كمان طريق 30 يونيو وده دي من ضمن الحاجات المهمه قوي. تمام. وحضرتك لما نيجي نستعرض الطرق اللي موجوده الاساسيه اللي موجوده في شمال مصر حضرتك هنلاقي طريق بورسعيد. اللي هو بورسعيد اسماعيليه القاهره. اول واحد راس بعده طريق دمياط المنصوره، المنطقه دي كلها فاضيه. من بورسعيد لدمياط مفيش حاجه راسيه. بالاضافه ان طريق بورسعيد ده طريق حيوي يعني المفروض هيخدم محور قناه السويس. وعليه كثافه. صح. كثافه كبيره جدا واصبح هو الطريق المنفذ الوحيد للشرقيه ودمياط وشمال الدلتا اسكندريه عشان تروح السويس بتتحرك عليه. فكان لنا نظره ان احنا نخلق محور جديد. عشان نخف العبء على الطريق ده، المفروض الطريق ده خدمه لقناه السويس. فحضرتك اتصدق خلاص على طريق وبدانا نشتغل. في طريق بيربط من الكيلو 95 القاهره الاسماعيليه بعد الكارت ما حد محطة رسوم اسماعيليه القاهره، تمام، بحوالي 5 كيلو معدي على القصاصين على تلة الاسماعيليه على طريق القنطره لغايه شادي العزام لغايه ما يوصل لطريق الدائري بورسعيد دمياط عند الكيلو 10. الطريق ده هيبقى حر حضرتك اتجاهين، كل اتجاه 7 5 حارات، 2 النقل مقفولين برصيف وثلاثه ملاكي. معنى ان حر حضرتك معلومه جديده جديده دي، بس النقل مقفولين يعني ودي يعني دي ميزه لاول مره بنشوف على الطرق السريعه في التعمير. انه الحارات بتبقى جنب بعضيها بس النقل يبقى ليه طريق ومقفول مقفول برصيف. فين ده وطريق ده حر حضرتك فين ده من زمان يعني، والسرعه تبقى عاليه باذن الله عليه.
فين ده من زمان؟ التاريخ ده ميزته حضرتك ان هيجيب ايه؟ رابط دمياط ومينا دمياط واسكندريه ومينا بورسعيد بجنوب مصر بحضرتك مينا السويس، ومستقبلا حضرتك يعني مخطط ان الطريق ده يوصل لغايه الصعيد. الطريق ده هيخلق تنميه شمال ويمين الطريق. هيخلق مجتمعات عمرانيه شمال ويمين ويمين وشمال الطريق. صح. هيغير التكوينه خالص بتاعت المنطقه ديت. وده باذن الله يكون يعني فتحه خير وهيكون دعم للاقتصاد المصري في المنطقه ديت وفي التوقيت ده. طيب احنا كمان في عندنا مشروعات للتعدين، وتم الاعلان عن انشاء كليتين، واحده للتعليم الصناعي والثانيه للفني. ده امتى وانتوا يعني دوركم ايه في موضوع في الجامعتين دول او كليتين دول؟ هو حضرتك التعليم اعتقد انه مش تبع التعبير. انا عارف، بس يعني في كليتين، احنا لو في كليتين هينشأوا. انا خلاص حضرتك احنا لو كلفنا بانشاء الجامعتين دول احنا او كليتين دول احنا هننفذهم في اقل وقت وكفايه عالي جدا. تقترح تواجدهم يكونوا فين جغرافيا؟ التعدين ويا حضرتك؟ يعني يعني كليتين، واحده للصناعه وواحده للفن. اعتقد ان راس صدر حضرتك برضه محتاجه حاجه. راس صدر زي ما قلت الخدمات هناك جامده، وراس صدر فيها خدمات كويسه وقريبه للقاهره، يعني عشان برضه يبقى في حافز للناس تيجي. ده ممتاز. طيب اهم الصناعات اللي ممكن يشتغلوا عليها في سيناء من خبرتك بقى حضرتك؟ الرخام. رخام الرمل الزجاجي، ويا ريت حضرتك يتفتح مصانع على تصنيع الرمل الزجاجي، ما صدرش رمل خام. كفايه بقى كفايه بقى. واعتقد ان الفتره اللي جايه في ناس كتير تقدمت الموضوع ده. احنا عارفين ان في طبعا في بلدان بتبني جزر داخل الميه، فبتشتري الرمل بتاعها. لا مش الرمل الزجاجي ده، جزر غير الرمل الزجاجي، غير الرمل بيطلع بالميه اللي هو تمام. فصناعه الرخام تعتبر رخام بقى. بس عايزين يعني صناعه حضرتك، مش اصدر كتل، لا اصنع هنا. صنع في مصر. ما يكونش الكتله تسافر بره تتجلى وتتقطع ويجي لنا تاني. لا احنا العائد بتاعها يبقى هنا. في مواقف صعبه قابلتك مهندس محمد؟ صعبه حسيت انها فعلا لازم يعني بكره تتحل اثناء التعمير اثناء الشغل في الجهاز؟ هي حضرتك المواقف الصعبه بتقابلنا زي بتقابل اي حد في الوادي. يعني ما فيش صعوبه مختلفه عن هناك، يعني دي عمليه ودي عمليه، ده مشروع وده مشروع. لكن الحمد لله بنتغلب عليها، واحنا بعتبر المشروع مهمه. يعني مشروع مهم، مهمة لازم تخلص. وتعودنا حضرتك كده ان احنا اي مشروع بالنسبه لنا مهمه لازم تخلص، اي مشكله فيها لازم نخلصها. نخلصها بتنسيق يعني اي مشكله نشوف ايه مشكلتها ونحاول نزلها باذن الله. هل يعني التعامل مع الاهالي في البدو، وانا عايز اركز على النقطه دي لانه اكيد من خبره سعادتك وشفت اكيد، هل فعلا زي ما بنسمع كده وانت بتتواجد على الارض بحكم الشغل، ان في منهم مش مصريين، في منهم عايز اربطها بموضوع الارهاب اللي بيحدث وخوف الناس وترهيب الناس، هل فعلا في شخصيات مش مصريه ولا كلهم بيبقى في حب للوطن ده، حب انه يعيش على الارض، بيحب الارض لانه اتولد فيها وعاش فيها؟ حضرتك بحكم خبرتي ان انا قاعد في وسطهم اكتر من 35 سنه هم مصريين قلبا وقالبا. وانا بتكلم كلام بحضرتك بالارقام، احنا انا بقول لحضرتك ان احنا نفذنا اسكان في طابق وفي نويبع وفي دهب في الظروف دي. طب نفذناه ازاي؟ احنا عشان نخش سينا سنه 82 ونشتغل عشان اللي عرفنا الوديان ومخارات السيول والاماكن دي هم، واشتغلنا مع بعض واشتغلوا معانا. فقلبا وقالبا مصريين، واي تنميه احنا عملناها او هنعملها فهم شركاء معانا، مش من النهارده، من زمان. ليه حضرتك؟ اولا لينا مصداقيه معاهم من خلال مشروع تنميه سينا. صح. لينا مصداقيه معاهم، عارفين لما حضرتك بنوعدهم بحاجه بنوفي، ما اقدرش مش الوقت. فلازم في مصداقيه، والمصداقيه دي حضرتك من زمان مش من النهارده. وفي حب بينا وبيقابلونا وبيجولنا وبنزورهم، مش انا مش بشوفها شخصيه، لجميع زملائي. فانا القصه ديت بعتبره مصريه، ما سببتلناش اي مشكله خلال مده تنفيذ المشروعات دي كلها. هل كان في اعتراض من اي حد ولا كله على طول بالعكس كان بيرحب بدور الدوله؟ لان في بعض الاحيان يقولوا الدوله مش واصله لنا. لا حضرتك دي قله وتعدوا بواحد يعني فرضاني كده يعني قله. هم فين دلوقتي؟ هم فين؟ هم ظهروا في توقيت معين واختلفوا مع الناس في التوقيت ده. صح. هم فين الناس دي؟ صح. طيب ال ما اعرفش ليه حاسس حابب ان انت توجه كلام للاعلام، حاسس كده عايز تقول حاجه للاعلام
للناس اللي دايما